يا هلا ومية هلا بطلابي طلاب الصف الخامس اعدادي، اهلا وسهلا بكم بهاي المحاضره المهمه جدا. ان شاء الله اليوم راح ناخذ بها اضافه الايدي. اضافه الايدي راح تحتاجها كلش هواي باللغه الانجليزيه، راح تحتاجها بالخامس اعدادي وراح تحتاجها كلش هواي وين بالسادس اعدادي. اضافه الايدي اخذناها بجميع المراحل المتوسطه وتركض وراك وين ما تروح. اضافه الايدي راح تحتاجها كلش هواي، بس مشكله اضافه الايدي ومثل ما تعرفون فائده اضافه الايدي هو تحويل الفعل من زمن مضارع الى زمن الماضي او التصريف الثالث، يعني فائدتها تحول الفعل من المضارع للماضي او التصريف الثالث. زين، المشكله مال الايدي مشكلتها بالشواذ. عندنا يعني مو كل فعل باللغه الانجليزيه تلقيه وتضيف له ايدي، لا، اكو مجموعه شواذ. ذن الشواذ لازم تضبطهن من هسا، يعني مو تعوفهن تخمرهن وتخليهن للسادس اعدادي، لا، لازم من هسا تبدا تقرا بهن يوميه اثنين ثلاثه. انا كنت اتذكر بالثاني متوسط وكان اخوي بالسادس اعدادي، كونه على ثقه كانت عنده هو ملزمه يقرا بيها، لقيت بيها افعال شاذه. انا كنت بالثاني، صدقني مده يومين كملتهن كل المال السادس اعدادي، هو ما يدري اخوي، خبيتهن من عنده قريتهن. زين، بعدهن رحت للثالث متوسط، اللغه الانجليزيه صارت عندي اسهل ما يكون. ليش؟ ان الافعال الشاذه سيطرت عليهن، صار لي واش اقرا. فالافعال الشاذه من هسه ابدا بيها نقرا، حتى لو مستواك ضعيف وعايف اللغه الانجليزيه من زمان وما تقراها وما نقلك وراك سادس اعداد، هي بقالك في هالمرحله. طب لي سادس اعداد وخلص وترتاح، والله من طب لي كلية ترتاح. ليش؟ راح تحدد مصيرك شنو. اول خطوه راح تبدي بالافعال الشاذين، هن اساسك للسادس اعدادي. اول ما تبدي قبل ما ندخل اضافه الايدي، عندك هاي الافعال الشاذه، هاي قدامك هسه، هاي تلقيها عندك بالكتاب موجوده وانا ضايف لك اياها بالملزمه، تقدر تنقلها اذا ما عندك ملزمه على راحتك. هاي قدامك، هذني الموجودات عندك المنهج الخامس كله، وتلقيه النفس تقريبا او ضايف لك كم واحده عليها بالسادس اعدادي. اذا قريتهن هسه تروح للسادس تقول للساد الف رحم على والديك. زين، هسه نرجع لمن؟ نرجع لاضافه الايدي. اضافه الايدي فائدتها شنو؟ هو تحويل الفعل من المضارع الى الماضي. زين، اول ما تجي لهذا الفعل تتاكد من عنده هذا الفعل يستقبل الايدي لو ما يستقبل الايدي. شلون اعرفه؟ من خلال حفظ الشواذ. اذا لقيت فعل موجود بشواذ ما يصير اضيف له ايدي، لازم احوله على حسب ما هو مطلوب من عندي. بينما اذا باوعت له، يعني انا باوعت له براسي، يعني مو انا باوع له بالامتحان، اتذكر هذا الفعل موجود بشواذ، لا ما موجود، هذا استقبل الايدي. زين، عندك شروط اضافه الايدي. يقول لك اذا لقيت الفعل مالتك منتهي بحرف الواي وقبله حرف صحيح. اذا لقيت فعل منتهي بالواي وقبله حرف صحيح، شو تسوي؟ تقلب الواي الى اي وتضيف ايدي. يعني مثلا عندك ستادي، يدرس، هذا الفعل لقيته من تي بالواي وقبله شنو؟ حرف صحيح. قلت لازم شو اسوي؟ اقلب الواي الى اي واضيف ايدي. اتذكر وياي. الشرط الثاني يقول لك نهايه الفعل حرف الواي وقبله حرف عله يبقى كما هو ونضيف ايدي. اذا لقيت الفعل مالتك من تي بالواي وقبله حرف عله، اتذكر هذا الفعل شنو؟ ما يصير نقلب الواي مالته. ليش؟ يكون قبله حرف عله، رجع الفعل نفسه توظيف له ايدي. صار عندي شرطين. زين، الشرط الثالث يقول لك نهايه الفعل حرف الاي، اذا لقيت الفعل مالتك منتهي بحرف الاي فقط ضيف دي، رجع الفعل نفسيته، لقيته منتهي بالاي رجع نفسيته وضيف له دي. الشرط الرابع يقول لك نهايه الفعل حرف صحيح وقبله حرف عله واحد نضعف نضيف ايدي. لاحظوا، اذا لقيت الفعل مالتي منتهي بحرف صحيح ولقيت قبله شنو؟ حرف عله، شو اسوي؟ اجي اضعف الحرف الاخير واضيف ايدي. زين، نهايه الفعل مالتنا اي تي لو اي ان نضيف ايدي، يعني اذا لقيت الفعل بهذا الشكل منتهي بالاي ان ارجع نفسيته واضيف ايدي، واذا لقيت الفعل مالتك منتهي بالاي تي ارجع نفسيته واضيف ايدي. ها، فهمت الفكره؟ زين، بالنسبه عدا ذلك نضيف ايدي. يعني شنو عدا ذلك نضيف ايدي؟ اذا لقيت فعل ما تنطبق عليه ذن الشروط الخمسه، اي فعل ما تنطبق عليه ذن الشروط الخمسه ارجع نفسيته ونضيف له ايدي. هذا كل ما متعلق عندك باضافه الايدي. اول خطوه عند اضافه الايدي ضروري حفظ الشواذ. بعد ما تكمل الشواذ الدور تجي تباع على هذا الفعل موجود بشواذ ولا ما موجود؟ لا ما موجود، اجي اطبق عليه هنا شنو؟ شروط الايدي. اذا لقيت الفعل مالتي منتهي بحرف الواي وقبله حرف صحيح اقلب الواي الى اي واضيف ايدي. اذا لقيته منتهي بالواي وقبله حرف عله، حروف العله تعرفون الخمسه الاي والاي والاي والاو واليو، اذا لقيته منتهي بالواي وقبله حرف عله خلي نفسي توظيف ايدي. اذا لقيته منتهي بحرف الاي، الفعل لقيته منتهي بحرف الاي اضيف فقط دي. إذا لقيته منتهي بحرف صحيح وقبله حرف عله شو أسوي؟ أضاعف أضيف إيدي. إذا لقيته منتهي بالآي تي لو إي إن شو أسوي؟ أضيف فقط إيدي. عدا ذلك نضيف إيدي. زين، بالامتحان يجيب لك إياه بطريقة الإملاءات، دير بالك من عنده. بالامتحان باوع، أعطاني فعل
تذكرون من طريقه الاملاءات يعطيك فعل ويحل لك اياه على مود ينبهك. الطاني فعل ضاف له الى ايدي، الطاني الفعل الثاني قال لي انت حليه. زين الطاني الفعل الثاني بس باوعت له، طاني فعل ضاف له الى ايدي يعني حوله للماضي. زين اباء الفعل الثاني، هذا الفعل الثاني باوعت له يصير اضيف له ايدي؟ تقول لي لا استاذ هذا ما يصير اضيف له ايدي. اقول لك ليش؟ تقول لي استاذ هذا موجود بالشواذ. ها كل فعل اذا بالوزاري او بالامتحان ان شاء الله اعطاك فعل وضاف له الى ايدي واعطاك الفعل الثاني لقيته موجود بالشواذ دائما حوله للجدول بالنص. زين الطاني الجو المن احولها الى وينت؟ الطاني فعل ضاف له الى ايدي، الطاني الفعل الثاني باوعت له موجود بالشواذ؟ لا ما موجود. اذا شو اسوي له؟ لقيته من تي بحرف صحيح وقبل حرف عله واحد اضاعف اضيف ايدي. طاني فعل ضاف له الى ايدي، طاني الفعل الثاني باوعت له موجود بالشواذ احوله للجدول بالنص. طاني فعل ضاف له الى ايدي، طاني الفعل الثاني باوعت له ما موجود بالشواذ ارجع نفسي توظيف له ايدي. ليش؟ لان من تي بالاي تي. زين الطاني فعل ضاف له الى ايدي، طاني الفعل الثاني باوعت له ما موجود بالشواذ من تي بالاي اضيف فقط دي. طاني فعل ضاف له الى ايدي، طاني الفعل الثاني باوعت لقيته من تي بحرف صحيح وقبل من تي بالواي وقبل حرف صحيح قلت اقلب الواي الى اي واضيف ايدي. زين طاني فعل ضاف له الى ايدي، طاني الفعل الثاني قلت ارجع اضيف له الى ايدي. طاني فعل ضاف له الى ايدي، طاني الفعل الثاني حوله للجدول بالنص من الشواذ. طاني فعل ضاف له الى ايدي، طاني الفعل الثاني من الشواذ حوله للجدول بالنص. زين هاي طريقه دير بالك من عندها، دير بالك من عندها بالامتحان، يعطيك فعل ويحل لك اياه، يعطيك الفعل الثاني ربما الفعل يضيف له الى ايدي او يعطيك فعل مثلا بالشواذ. لاحظ وياي مثلا يقول لك جو يصير عندي وينت، مرات هيك يعطيك يعني يتعامل لك فقط بالشواذ، يقول لك الجو حولتها الى وينت. زين مثلا يعطيك اي فعل مثلا ايت ويعطيك هيك. استاذ اعطاني فعل المن حوله للجدول بالنص، اعطاني فعل حوله للجدول بالنص، اعطاني الفعل الثاني المن حوله احوله للجدول بالنص، هذا من الشواذ. ها فهمت الفكره؟ طلابنا الاعزاء هذا كل ما متعلق عندك باضافه الايدي. ان شاء الله تكون استفدت من عندها، ولا تنسى الامتحان اليوم الموجود عندك نهايه المحاضره، وان شاء الله نشوفكم بالمحاضره القادمه في امان الله.